بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين يا جماعة، هلا أنا بدي أطبخ الصابون الساخن، فجهزت هذا البرميل، فصلته والله خصيصا لأجلكم. طبعا أنا الصابون الساخن عم بطبخه، جماعة من أقاربي عندهم زيت، شايفينه الزيت، زيت، وحنحط معه كمان زيت نخيل، سمنة نخيل 10 كيلو، هدول الزيتات 30 كيلو، تمام. هلا حنطبخهم قدامكم. طبعا الزيوت مشكلة ما بين زيت زيتون وزيت دوار الشمس وزيت نخيل، يعني هاي طلبية أنا عم بطبخها لجماعة قرايبيني، فحبيت بس فرجيكم كيف هي صناعة صابون على الساخن، تمام. هاي ببورية، هاي ببورية عن طريق الحطب، هاي حطبة، شايفين كيف ببورية تعمل عن طريق الحطب. فينها زيت الغار الأصلي، هاد عطر الغار الأصلي، هذا عطر، وهذا زيت، هذا جبته مشان الجودة، وهذا جبته مشان الريحة. زيت وسمنة نخيل بدي احط هلا انا، سواء انتم حطيتوا دهون او حطيتوا شو ما بدكم. طبعا انا مصي كمان هلا زيت زيتون، ان شاء الله يجوني هلا في واحد كمان عنده كم كيلو زيت زيتون، شي 5 كيلات بدي احطهم معهم. المهم انتبهوا علي، انا بدي احط هلا على عدد كمية كيليات الزيت بدي احط كيليات مي، يعني اذا عندك 50 كيلو زيت بدك تحط 50 كيلو مي، لكل كيلو زيت بدي احط هلا 190 جرام صودا كاوي. انتو حرين بتحبوا تحطوا 190 او 200 كمان بصير، من 190 لل 200 جرام صودا كاوي لكل كيلو زيت. هلا انا يا جماعه بدي ازين الصودا كاوي، هاي المي طبعا ما راح احسن احط انا 40 كيلو مي دغري، راح احط هون 10 كيلو مي، احط لهم هون 3 كيلو و 800 جرام صودا كاوي. اعطيني عصايه صغيره للتحريك ابي، اعطيني عصايه للتحريك، هات العصايه من عند راجي ليك ليك ورا هذيك هاتا. ايه هلا هون راح احط الصودا كاوي، صوي حصفر الميزان. هلا بعد ما صفره بدي زين 3 كيلو و 800، يعني المجموع بده يكون 7 كيلو و 600 جرام. حرك شوي. هلا هون انا اخذ 10 كيلو مي و10 كيلو مي، بس هون حاطط الصودا الكاوي، بدي ارجع اخذ نفس الكميه، تمام. شايفين هون حاطط الصودا الكاوي وهون 10 كيلو مي، تمام، وهنيك الزيت. هلا حنروح نكتن وين بالبرميل، شيل زكاتك انت هاي المي. هلا انا بحط الصودا الكاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. عيد الشاف، عيد الشاف، الله يحميك. شايف وشي لوين؟ وشي لهنيك. ما بتطلع عليها. هلا فيني اطلع. بدنا 20 متر هلا كمان نفس الشيء. كمان صودا كاوي؟ ايه. صار الجوال يقع زي ما بعده هاي. شايفين كيف يا جماعة؟ يلا شايفين يا جماعة الصودا الكاوي تكون جافة هيك، إذا كانت ملصقة على بعضها تكون خالصة تعبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. كمان هلا نفس الشيء بنضيف 3 كيلو و 800، لانه هذا عيار الساخن. فرجيهم شلون كيس الصودا الكاوي بنلفه بكيس ثاني مشان شو، مشان ما يجي عليه رطوبه. هلا هو بنحرك الصودا الكاوي، نزلها من على الميزان. ايه تمام. هلا هاي الصودا الكاوي لازم تكون هي ب 20 كيلو مي، انا هون حاط 10 كيلو مي، وهي الميات الثانيه حظبطها على العشرة، بس أتأكد لازم تكون 10 و500. حنقيم شايفين شلون الرياح عم تطرد، الرياح عم تطرد الدحنة، يكون واحد دائما بحط البيت يكون في عنده هواء. بسم الله الرحمن الرحيم. الريحة مضرة للصحة.
رفيقي صور هون هلا، صور هون، صور هون. هاي السمنة، شايفين السمنة يا جماعة؟ شوف صور. أخذنا منها بس شوي للبيت يعني ناكل. قديش زاد صور؟ 11 كيلو و700 جرام، يعني 10 و700 جرام. دوبناها شوي على النار لساتها ما دارت. شايفينها؟ حنروح هلا ندوبها هنيك. تعال علي. هلا هون بدنا ندوبها، خلي طفي. طفي أنا بدوب. هلا هون عم نصمم الصبغة الخضراء، شايفينها هي انا صنعتها من الصبغة الزرقاء مع الصفراء لانه ما لقيت صبغة خضراء. حط لي واسع من تم امسكها عليك ناشر. بس 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 صور لي هون. صور صور شلون شايفين الصبغة يا جماعة؟ هاي صبغة خضراء مع زرقاء مع صفراء صارت خضراء. هيك بيساوي الصابون أخضر. زيت الزيتون يا جماعة ما بيعطيكم صابون أخضر، زيت الزيتون بيعطيكم صابون أبيض. تمام؟ زين زكاة أعطينا الأبريد الأمريكي. شايفين الصبغة يا جماعة؟ هاي الصبغة الخضراء، هاي الصبغة الخضراء. طبعا لساتها ما حطينا السمنة، بدنا نحطها هلا. السمنة هاي سمنة تخيل، تعطي سماكية للصابون. شو بتعطي سماكية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هلا لسه بدنا نحط زيت الغار وعطر الغار، بس ايمتى بنحطه؟ بالمراحل الأخيرة، مو هلا بنحطهم، بالمراحل الأخيرة. يعني بس اخضر نظامي. صور لي هالصابون الغار. هذا هيك بدي وجه وجه. فضي السمنة؟ فضي السمنة اذا دابت. بدك مساكات. زيت النخيل. هذا زيت النخيل سمنة، طبعا هي الخضار لانه لوتها بالصبغة. ما دابت على السوا. هلا يا جماعة بدنا نفضي زيت الغار، شايفين زيت الغار؟ هذا زيت الغار الطبيعي مو العطر. فضيه شوي شوي، شايفينه؟ هذا زيت الغار الطبيعي، طبعا مجمد لانه الدنيا شتاء وبرد. شايفين؟ عم نفضي هلا زيت الغار الطبيعي. هذا زيت الغار الطبيعي. هلا كمان حنجيب عطر الغار، هذا عطر الغار. هذا عطر الغار. هذاك زيت. هذا زيت طبيعي، هذا عطر. هذا صناعي. سيك معلم هلا بتفضي بعد شوي. وهذا عطر الغار. هذا عطر صناعي. شايفين يا جماعة ما أحلاها الصابون؟ شغلة بسم الله ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله. ما بدي أذكركم ها، لا تنسوني من الإعجاب واللايك والشير، الله يجبر بخاطركم. هذا الصابون تلف. شايفين يا جماعة الصابون كيف؟ صابون حطينا له زيت غار، حطينا له كل شيء، وحطينا له زيت نخيل مشان يعطيه صلابه. الناس كثير عم تشكي من موضوع الصلابه، وهي على السخانه عن على سخانه على الحطب. تمام طبخناه. شايفين الصابون يا جماعه؟ اللهم صل على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. يا جماعه لا تنسوني من الاعجاب واللايك والمشاركه والتعليقات، يعني لا تشوفوني هيك والله العظيم انا زلمه درويشه.
زلمه درويش هالقد حالي. هالتعليق اللي مو عاجبك انا بفيدني، ليش؟ انا بنشط مقطع الفيديو. فالله يجبر بخاطركم، تعليقات، اعجابات، لايكات، اسئله، حركوا لي الوضع بشكل سوي الامور من عندكم، الله يجبر بخاطركم. شايفين يا جماعه؟ طبعا هون نحن مطرح ما عم نشتغل في عنا هواء، الهواء عم ياخذ معه هالدخنه، ما عم تصل على جهاز التنفس تبعنا، الهواء عم يراقبها كلها. ساعدنا هي ببعد عنا الهواء، عم يبعد عنا الدخنه. هيك فرجينا على الحركه شلون صار الصابون. صابون صار، اللهم صلي على النبي، اللهم صلي على النبي على هالريحه، ريحه الغار فحت ما احلاها. شايفين يا جماعه الصابون لوين وصل؟ مشان هيك نحن نستخدم برميل كبير، هذا عم نطبخه على الفحم والحطب. شايفين الحراق تحته ولا مروحه؟ وش عم يسوي؟ شايفين يا جماعة الصابون عم يغلي، بعد هيك شوي ساعتين غليان، ساعتين بعد الغليان يعني. شايفين حأتركه ساعتين كاملين بعد الغليان، بس زودت له شوية مي كمان، يعني شي 5 كيلو مي زودت له مشان يغلي أكثر. شوفوا يا جماعة، هلا أنا بدي أطفي النار على الصابون، شو بعمل؟ بسكبه دغري بالقوالب؟ لا، بنتظر نص ساعة أقل شيء. قديش نص ساعة؟ الصابون بصير فوق، المي بصير وين؟ تحت، بصير عملية فصل. وهذا الصابون هو كان لهون، هو لهون بده يرجع لهون، والمي بصير تحت والصابون فوق، تمام؟ بعد نص ساعة بكون أنا جهزت القوالب إن شاء الله، بطالع الصابون من فوق وليس من الأسفل، ولا وما بخلطه، لا بيكون فصل، بس فصل باخذ من فوق شوي شوي. اخر شيء بلاقي المي الحمراء تحت، المي الحمراء هي ما بنكبها، بنستخدمها لتنظيف الارضيات، لتلميع الحمامات الكذا، بتشتغل لها شغلات هيك يعني. المهم ما في شيء بينكب الصابون، كله بفيد وكله بنظف، تمام؟ شايفين شلون يا جماعه؟ نحن هلا هون جهزنا القوالب بالارض، وهي الصابون وهمد. شوفوا لوين همد، شوفوا لوين انخفض مستوى الصابون. بدكم تتركوا الصابون قبل ما تصبوه مشان يهمد ويفصل الزيت عن المي. صب صب لقلك. شايفين كيف يا جماعة عم نسكب الصابون السخن؟ سكوب سكوب سكوب، ايه عبد الله، سكوب سكوب سكوب، عبي عبي مالك معبي هنيك القالب منيح. عبي 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 على الطفحة. بسرعة بعدنا قبل، اي عبي عبي قبل ما يفصل. ايوه عبي 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 عبي، تعال لهون عبي على الطفحة، عبي، قول يا رب قول يا رب قول يا رب، بس كفاها المولى. وهذا الصابون بعد ما صبيناه بالقوالب، شايفين كيف؟ رح نتركه لبكرة الصبح ان شاء الله عشان ينشف، وهو ناشف من هلا من اول ما صبينا. انا هون حطيت بلوكي، هون حطيت اخر الصابون، ما حطيت نايل وحطيت قماش، شايفينه؟ قماش نفس اللي بحطوه للبنه، حطيت قماش مشان اذا في اي مي زايده تنزل من السحاره. شايفين الصابون نشف ما شاء الله، هذول هلا بنشيلهم تحت، بنقص الصابون كله هيك. ليش؟ لانه عندي انا هون خط واحد، فبدي اقصه كله هيك، بعدين بقصه بالعرض، بركب له خشبه وبقصه بالعرض. شوفوا شوفوا الجفاف. ثاني يوم، نحن ثاني يوم يا جماعه. بسم الله، حبلش من هون هيك. بسم الله، يعني هاي من ثاني يوم. اعطيني سطل قبل فيه ليفش عشان امسح الطاوله عشان تمشي الصابونه.
سطل فيه ليفة مشان بلش اسمه. خلص مشي حال، لا تجيبه مشي حال. بنبلل الطاولة مشان نصح لك الصابون عليها، عرفتوا ليش؟ مصلحتنا كلياتها زحلطة بزحلطة. شوف كيف صارت تمشي هلا. هذا الكلام البسيط بيأثر عليك. هلا اكيد كل طبخه تطلع فيها تشاريك، مثل هلا هي تشريكه، هاي بنحطها نطبخها مع الصابون الجاي. شايفينها هاي؟ بنعملها هيك، ما في شيء بينكب. وين بتروح؟ على السطل، بنطبخها مع الطبخه الجاي. انا بدي افرجيكم متانه الصابون. يلا هلا يا جماعه بدنا نحط، هلا بدنا نحط خشبتين هون مشان ناخذ السماكه اللي بدنا اياها. تمام، اجينا هلا على الصابون. كل الصابون بده يمرق من هون هلا. شايفين كل الصابون بده يمرق من وين؟ من هون. كم السلام ورحمة الله وبركاته. شايفين الصابون كله بده يمر من وين؟ من هون. شوفوا شايفين كيف كل الصابون بده يمر من وين؟ من هي النسلة. بده يطلع موحد. شو بده يطلع الصابون؟ موحد، لأنه وحدنا قصته نحن بالطول. هلا عم نحط قصته بالعرض. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. Thank you.
شايفين كيف قص الصابون؟ معلم بس بكفي صابوني على طول. هذا اخر الطبخة، اخر الطبخة حطيناها بسحارة وحطينا عليها حطينا عليها شاشية. راحت المي ضل الصابون، يعني عملناها نفس معاملة الجبن أو اللبن المصفى. شايفين كيف التمت على بعضه وطالعت المي من تحت. يعني هاي مشان تعرفوا كيف آخر الطبخة حطيت أنا شو قماش نفس اللي بيحطوه اللبن المصفى، قماش خام، فطلعت فيها رسمة السحارة. هلا شلون بدنا نروح هي الجلعكه؟ بنحط هون دفه عشان نروح هي الجلعكه، نعمل هيك. شايفين كيف؟ هاي روحنا منا الجلعكه، شفتوا كيف؟ ما في شيء بينكب الصابون، يعني ما في شيء رح ينكب، كله بده يروح على تصنيع.